بالصاعد الجديد اتحاد الشوية بفضل الهدف الوحيد الذي وقعه المدافع صوالح في الدقيقة الثانية من بداية اللقاء. بعدها تمركز جول اللعب وسط الميدان دون خلق فرص قابلة للتهديف من الجانبين حتى إعلان الحكم عن نهاية المرحلة الأولى. اتحاد الشوية وفي غياب أبرز عناصره الأساسية بدأ الشوط الثاني بقوة، ومواسي يفوت على فريقه فرصة تعديل النتيجة برأسية التي اعتلت العارضة. كما الميفل خياط في مباغتة الحارس خلف بهذه الكرة الثابتة، فيما اعتمد شباب باتن على المرتدات في أكثر من مرة لكن دون تجسيد، فيما كان موسي وراء أخطر المحاولات من جانب اتحاد الشاوية لكنه أخفق أمام يقظة حارس الشباب الذي كان محظوظا أيضا عندما ارتطمت الكرة بالقائم. صمود دفاع شباب باتنا في اللحظات الأخيرة من المباراة حال دون تجسيد الفرص الكثيرة للاتحاد التي غلب عليها التسرع وعدم التركيز لينتهي اللقاء بفوز ثمين لشباب باتنا.